السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه فدوى ويتسامي. ان شاء الله راح نحضروا صابلي تاع القطيفه او حلوه القطيفه. اليوم راح نقدم لكم هذه الوصفه بمقادير مضبوطه باش تنجحوا فيها ان شاء الله. هنا عندي 125 غرام زبده طريه مع رشه تاع الملح، 125 غرام زبده طريه مع رشه تاع الملح، وراح نضيف عليهم نص كاس تاع السكر الناعم، نص كاس تاع سكر غلاس، انا في العيد دائما نبغي ندير حلويات سهله، ما بغيش ندير حلويات اللي تشد الوقت، انه في رمضان تكونوا يعني صايمين يعني ما يكونش عندكم الوقت باش تزينوا الحلويات بزاف. وكاع نص كاس تاع الزيت، من احسن نديروا حلويات اللي ما تشدناش الوقت. هنا راح نضيف ملعقه كبيره تاع الكاكاو، ونخلط مع بعض ملعقه كبيره كاكاو بني، ونضيف نص كاس تاع نواة كوكو، نص كاس جوز الهند، نواة كوكو مطحونه، نخلط كلش مع بعض. يعني كان عندي مدة 4 سنوات ولا ملي طلعت وصفة القطيفة أو حلوة القطيفة على شكل كوريات. نضيف الفرينة مع ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلوة، جربوها يعني بزاف أخوات ونجحت لهم وعجبتهم. هذه المرة راح نقدم لكم وصفة حلوة القطيفة على شكل صابلي. باش نبدلو درت ملعقة صغيرة خميرة الحلوى ونضيف الفرينة بالتدريج، تبقاو تضيفوا في الفرينة حتى تحصلوا على عجينة تكون طرية. هاد الحلوى تاع نهار اليوم ما فيهاش البيض، مام حلوة القطيفة اللي قدمتها لكم على شكل كريات يعني بدون بيض، يعني الناس اللي ما ياكلوش البيض هاد الحلوى توالمهم بزاف. نبقى نضيف الفرينة بالتدريج بلا ما نتقلق، يعني بلا ما نضيف كمية كبيرة ونيبس لاباط. عشان تحصلوا على العجينة تكون ما تلصقش، لازم تكون ما تلصقش في اليد. هنا هذه العجينة اللي حصلت عليها كما راكم تشوفوا ما تلصقش في اليد. نجيبوا ورق الطهي نرشوا غير رشة خفيفة تاع الفرينة، كما تعرفوا الحلويات دائما اللي فيهم الزيت يعني صعيب باش تشكليهم، يجوا يتلصقوا، وسيختو كي تكون يعني كي تكون الحرارة ولا الحمان في المطبخ ولا الجو يكون حار يعني بالخف يطلقوا الزيت تاعهم. الا ما كنتوش راح تخدموها ثمثم خلوها في الثلاجة باش ما تخرجش الزيت اللي فيها. هنا نحل العجينه كما راكم تشوفوا، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه، يعني لازم تكون مليحه باش كتلصقوا حبه بحبه ما يجيش يعني الصابلي تاعكم يابس، ما تروحوش تركوها بزاف يجي الصابلي من بعد يابس. اذا هنا رايحه نقطع بهذا الطابع، نتوما اختاروا الطابع اللي بغيتوه، ديروه برك في الفرينه هكا باش تشكل لكم الشكل ما تلصق لكمش من بعد العجينه، يعني باش الحبات يطيروا مسقمين. ولازم تخدموا على بابي كويسون، هذه الحلوه بزاف هشيشه، شوفوا كي دايره يعني طريه بالبزاف، كان ما ديروش ورق الطهي راح تغبنكم. كان تقطعوها رقيقه راح تتكسر معكم الحبه، ولو كان ما ديروش ورق الطهي كذلك راح تغبنكم باش تجوا ترفدوها، يعني ممكن تتقسم لكم. الاحسن تستعملوا بابي كويسون. وهنا حطيتهم في صينيه الفرن، راح ندخلهم للفرن يطيبوا، يعني مش راح يدوا وقت كبير في الطياب، ونخليهم يتحمروا شويه مش بزاف لانه الصابلي اللي فيه الكاكاو بالخف يطيب. انا جبت كاس تاع نواة كوكو حطيتها في مقلاه وحطيت معها ملعقه كبيره تاع الكاكاو، راح نحمصهم غير شويه غير مده دقيقه ولا ماشي مده طويله على نار قليله. خمصوهم غير شويه ونخلطوهم هكا مع بعض، ملعقه كاكاو بني مر مع كاس جوز الهند، كاس نواة كوكو، ديروش كميه كبيره باش ما يبقى لكمش، ومن بعد انتم ديروا رمدوا الحبات وشوفوا الا خاصكم زيدوا. نخلط هكا مده دقيقه فقط ماشي مده طويله، شوفوا تحصلوا على هذا الخليط.
هنا الصابلي تاعنا بعد ما طاب راكم تشوفوا ما خليتوش حمار بزاف باش ما يجيش يابس، لانه الكاكاو كي يطيب الحلوه اللي فيها الكاكاو كي يطيب بزاف تجي محروقه، تجي فيها واحد الكوك تبان محروقه. الوغ هنا درت لها شويه تاع المعجون تاع المشمش ولصقوا حبه مع حبه، وبعد راح ندهنوا كاع الحبه بالمعجون تاع المشمش او بمربى المشمش، نرمد هكا كاع السطح في المربى. بعد في خليط تاع نواه كوكو مع الكاكاو، يا بعد ما تبرد طبعا باش ترمدوها. بهذه الطريقة هنا جبت هاد لي زومبخانت تاع ريشة، راهم متواجدين في الأسواق، يديروا غير 5000 كيما راكم تشوفوا الشكل تاع الريشة، كانوا يديروا حتى 800 دروك راهم 5000. هنا خيرت أنا هاد الشكل تاع الريشة هذا الكبير، وراح ندير له شويه تاع ناكري او بريون اليمونتير في الدوغي. يعني هاد التزيين يبقى اختياري، تنجمو تستغناو عليه، ماشي شرط ديروا هاد الديكور هذا. انا برك الاخوات اللي يبغوا يزينوا الحلوه، هنا جبت شوكولاته سوداء بالحليب عادي، ذوبتها في حمام مريم بدون اضافه. دائما الحلوه قلت لكم كي تحطوها في لي زومبرانت باش يخرج لكم الشكل وما تكسرش معاكم، ما ديروا لها حتى اضافات سواء كانت شيكولا بيضاء ولا سوداء. ذوبوها برك وتحطوها في المول، دخلوها المجمد واحد دقيقه ولا زوج راح يتشكل معاكم. وهنا راح نقسم لكم باش تشوفوا الطراوه تاع الحلوه، جات هشيشه بالبزاف كما راكم تشوفوا جات تفتت. نتمنى ان شاء الله تجربوها للعيد وتنال اعجابكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.